الحمد لله اليوم رانا في هذه الطبعه الجامعيه في الشبراش، جاونا 48 مؤسسه جامعيه ما بين بحثيه خدماتيه بيداغوجيه، عندنا 135 طالب اللي مشاركين الان ويتنافسوا على هذه البطوله، من بينهم 100 طالب لاكار يعني طالب، وعندنا 35 طالب. اليوم نقف على البطولة الوطنية للرياضات الجامعية في رياضة الشطرنج. البطولة كانت موفقة كل التوفيق من حيث التنظيم، من حيث التكفل الخدماتي، من حيث اكتشاف مواهب جديدة. نحن نكتشف اليوم أبنائنا الطلبة في المراتب الأولى بإمكانيات حسب اللجنة المنظمة بإمكانيات جد عالية.